هذا وأكد الوزير سامح شكري على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة والضغوط التي تواجه العديد من الدول النامية في العالم. كما أعرب شكري عن تطلعه لتحقيق المزيد من الاستثمارات الأمريكية وبتعزيز العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات. ملسويا من أجل عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال هذا العام بمناسبة الاحتفال بمئوية العلاقات، وهذا يزداد أهمية في ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة والضغوط التي لا تواجه مصر منفردة ولكن تواجه كثير من الدول النامية في العالم، ونتطلع بأن يكون هناك فرصة لمزيد من الاستثمارات الأمريكية والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات والتغلب على هذه الصعوبات.